بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن تحليل مهم جدا وهو منحنى السكر التي يقوم به الطبيب للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل. وطبعا يتم هذا الاختبار في الأسبوع 26 إلى الأسبوع 28 للكشف عن سكر الحمل أثناء فترة الحمل. طبعا كيف يقوم به هذا الطبيب؟ طبعا يقوم الطبيب المتخصص في الفحوصات الطبية مثل طبيب النساء والتوليد أو الممرضة بهذا التحليل في هذه الفترة بين الأسبوع 26 والـ28. سيخبرك الطبيب عن نوعية الأطعمة التي يعني تتناولينها قبل الاختبار بعدة أيام، وبعد ذلك لا يمكنك تناول أي طعام أو شراب أو أي شيء غير يعني رشفات قليلة من الماء لمدة 14 ساعة قبل الاختبار. ويتم يعني سحب عينة من الدم لتحليل السكر المتواجد في الجسم وهو سكر الصائم. وبعد ذلك يعني ستتناولين لبن أو أي شراب محلي، ويتم بعد ذلك بتحليل الدم كل 3 ساعات لمعرفة نسبة السكر المتواجدة في الدم، لمعرفة المواد المتواجدة في الدم كي يعني تخرج النتيجة الكاملة، ومعرفة هل أنت مصابة بسكر الحمل أو لا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.